احنا عندنا امكانيات ايش قد نقدر ننتج لوحات الطاقه الشمسيه؟ نعم احنا حاليا يعني كوزاره صناعه عندنا خطه وبالتعاون مع القطاع الخاص بانشاء مصنع بطاقه انتاجيه 250 ميجا سنويا. هسه راح مصنع؟ لا لا احنا عندنا مصنع انا اعرف قد... وزاره الصناعه والمعادن ايش قد نعم. تنتج لي الواح من الطاقه؟ احنا هد... ك... انت تحدثت بال... بدايه ال... نعم. البرنامج عندنا نعم. امكانيه بانه نصنع الواح للطاقه الشمسيه لكن نعم. ما عندنا انتاج نوع هذه البطاريات لتشغيل هذه الالواح. احنا ايش قد نصنع الواح؟ نصنع الواح يعني قلت لك بحدود ال 250 ميجا قادرين سنويا ان ننصب أن... أن... محطات بهذه الطاقه. <applause> للمئتين وخمسين لكن إذا أكو طلب نحن مشكلتنا في وزارة الصناعة والمعادن إنه قلت لك لأنه لا زال لا زالت الدولة ما تعتمد على الطاقة الشمسية هسه راح واحنا حاضرين ومعاملنا جاهزه وكوادرنا الفنيه ايضا جاهزه بان تقدم خدماتها خلي حتى طرحنا مشروع وايضا انعرض يعني على على مستوى يعني لجنه الطاقه ومجلس الوزراء انه نبدا بدوائر الدوله يعني دوائر الدوله ومؤسساتها خلي نبدا على اقل تقدير واحنا نقول الوحدات الصغيره مثل تجربه الاردن تحدثت بها ليش نعم. شنو يمنع بانه نقدر ننتجها والتنسيق مع المواطنين وتنصب كوزارة الصناعة والمعادن. نعم هذا الخطوة البسيطة هذا الموضوع مهم أيضا وأيضا كان باهتمام لكنه انصدمنا بموضوع التخصيص المالي لأن كما تعلم أن وزارة الصناعة والمعادن هي يعني وزارة تمويلها ذاتي ما عندها تخصيصات من الدولة فهذه الوحدات يعني تحتاج إلى تمويل لأن المواطن حتى أنت تشجعه ويقدم على مثل هكذا خطوة تعرف كل كلفة يعني المحطة الوحدة تكلفة يجوز أربعة آلاف دولار 3000 آلاف دولار المواطن غير قادر أن يتحمل هذه الكلفة كان المفروض أنه أكو اهتمام من وزارة المالية بحيث أنه مع المصارف يصير دعم انا ما اشوفك حل يعني حتى وحدات صغيره اللي مثل ما تحدثنا بها هي ابسط شيء تحت ايدكم هم قلت متوقفه بسبب التخصيص المالي، اذا احنا راح نرجع على النقطه الرئيسيه بل لا يوجد تخصيص والموازنات وراح نبقى على نفس الوضعيه <applause> للطاقه الكهربائيه لا ابسط تس... وحدات تحدثت بها جنابك الكريم يعني بتجربه ناجحه من الاردن احنا ما نقدر نوفرها راح نرجع للمربع الاول اذا تخصيص معكم لا هو ليس شو رح نقدر ننهض بهذا المشروع نعم, نعم هو هذا المشروع ليس مشروع يعني يجب ان يكون اهتمام به اهتمام من من قبل الدوله وهذا الحقيقه الان يعني سواء رضينا ام ابينا اكو اهتمام، احنا الان يمكن الدكتور ايضا يشاطرنا الراي نعم. الان مؤسسات الدوله ومجلس الوزراء والوزارات، الان الجميع يسعى انه لانشاء هذه المحطات الشمسيه البديله. في ظل في ظل هاي الامكانيات المتوفره عندكم البسيطه ما راح نقدر يعني نوفرها رايك.